تعمل الجزء بتاع اختيار الشركه، واخر حاجه قلناها تكون الشركه مسجله الجهه الرقابيه الخاصه بها في امريكا، مسجله في الاف اي لو في اوروبا في اف اس اي. هم دول الجهتين او المنطقتين اللي احنا ممكن نثق في شركات بحكم التجربه وبحكم ان الدول دي ليها قواعد منظمه يعني مستقره. طب الشركه بتديك بعض المميزات، حكينا بقى عن التسجيل وغيره وغيره وثقه للشركه والتجربه، وتطلع راي الناس وتسيرش على النت بيقولوا ايه وتعرف القصور فيها ايه وتشوف انت متقبله ولا لا. ممكن تكون شركه عربيه او اجنبيه ولا ما فيش شركه فوركس عربيه الا يعني برضو عشان ما اقولش ادمان كده، هي في شركه او شركتين فتحوا مؤخرا في لبنان، وفي شركه اعتقد في الكويت، بس دي من نوعيه الشركات اللي لسه بادئه برضه. عشان كده قلت ما انا ما كنتش لسه بادئه ولا احنا بنقول كويس انا شركه مصر عربيه، بس ترى قد الاولى ولا هل بيروت او لبنان قواعدها مستقره زي امريكا؟ هنشوف ولا معاهم ولا اثبتوا جدارتهم اهلا وسهلا تمام. هل ممكن يعزمونا رحله في بيروت كده؟ الشركات الشركات ما احنا ليها نكمل بقى القصه دي. الشركات بتقدر تفتح بالفعل في اي حته، بس ما بتفتحش باسم شيء مش باسم، ما بتفتحش انها تفتح حسابات، بتبقى عامله مكتب تمثيل، في مصطلح كده في الاداره او في البيزنس تفتح مكتب تمثيل. لازم مالوش انه يتقاضى من عملاء فلوس مكتب تمثيل، بدل ما يتصل بيك من امريكا عشان يقول لك ايه اخبار حضرتك وعامل ايه، يكلمك لوكال من مصر. لما يبقى عنده حجم اعمال او حاطط خطه لحجم اعمال كبيره يبتدي يحسب، انا بكلم الناس دي كلها دولي واسالهم الكلام ده وناس تكلمهم فرق التوقيت ومواظفات وموظفينه بالليل، لا انا افتح مكتب تمثيل هنا في مصر. فانت تقسيم مهمته تقديم دعم للعملاء، انما مش بيبيع ويشتري زي الملحق التجاري مثلا في سفاره، مش بيبيع ويشتري، هو بيسهل اجراءات معينه يفتح في اي حته. زي ما في شركات تجيله بتفتح هنا في مصر يقول لك احنا نشاطي استشارات ماليه واقتصاديه، يعني فاهم كلام عادي استشارات ماليه واقتصاديه، انت بروكر؟ لا طب انت ترينر؟ لا يعني هو في النص استشارات، كلمه استشارات دي بقت كتير منططه قوي، حد عاوز يفتح حاجه ومش عاوز يقول لك استشاري، استشاري اعمال، يعني انت راجل اعمال انا استشاري، طب هذه شغله بس انا ما ينفعش ابقى موظف انا استشاري، يعني فاهم في النص كده. فبيفتحوا ليه؟ الشركات بتاعت الفوركس عموما بتتبع مبدا العموله، انت لو كنت تيجي عميل يفتح حساب اديك عموله، زي ما انت النهارده اللي شغال في البورصه او البروكر او الوسيط بيقدر لو فتحت حساب مع عربيه ولا مش عارف نعيم ولا غيره هيديني عموله. افيليت يعني ولا؟ زي الافيليت كده. يمكن فوركس ميزتها كمان ان بعض الشركات بتقول لك خلاص طول ما العميل معايا وطول عمري بكسب منه انت ليك مكسب. انت جبت لي عميل فتح حساب ب 1000 دولار. طول ما العميل ده موجود وشغال بيفتح صفقات انا باخد منه سبريد يعني بكسب منه اديك نسبه. هتلاقي نفسك العميل بيفضل معاك فتره تمام؟ وعايزين عشان تشجع برضه ان انت لما تجيب عميل تساعده عشان دايما يبقى بيكسب ودايما يبقى ايه؟ بيعمل نتائج فيبقى مدته اطول مع الشركه فارباحها هتبقى مستمره اكتر وبالتالي ارباحك او عمولاتك يعني. ففي شركات بتفتح لهذا الغرض بتفتح لتفتح حسابات، في شركات منها بتلتزم انها تفهمك وتديك مخاطر الموضوع الاول مش تعتمد حاجه زي الفل وتعالى ما تقلقش وتجرب وبتاع عشان تاخد تلحق شويه عمولات. تمام؟ حضرتك انا يعني بتلاقي كنا بنشتغل مع شركه واحده بس، ايه اللي خليني اشتغل مع شركات كتير في نفس الوقت؟ لا انت مش محتاج تشتغل مع شركات كتير، بقول لك كده اختيارك للشركه، فانت عندك عرض او عروض من شركات مختلفه، فبقول لك هتختارهم بناء على ايه؟ لحد ما استقر على الشركه دي خلاص دي اللي هفتح فيها حساب. تمام؟ طب هل ممكن واحد يفتح حساب في اكثر من شركه؟ اه طبعا مش مشكله. زي ما كلنا مثلا فاتحين حساب في كذا بنك ممكن؟ مش مانع، لا يمنع، انا لسه فلوسك على حساب لو انت شايف ده حاجه كيف تقدر تشتغل على عده اسباب العملات. تقول انا هخلي جزء من راس مالي افتح بيه شركه عشان عندها السبريد على اليورو دولار صغير. بس على الباوند دولار كبير. وفي شركه ثانيه موثوقه وفيها شروط تمام هفتح فيها عشان اشتغل فيها صفقات الباوند دولار. وانت كده كده عارف ان الفلوس دي كلها في حساب واحد هتاخد جزء منها عشان صفقات اليورو دولار وجزء منها صفقات الباوند، فانت كده كده هتقسم. ده فكر متاح مش كده من ضمن الحاجات. والايداع والسحب اشتري فلوس ازاي واحط فلوس ازاي؟ في التحويل انت الاول او في الايداع فتح حساب الاول بتجيب لي ابلكيشن في بياناتك رقم حسابك البنكي عنوانك في مصر موبايلك غيره غيره. اه بتتعامل معاك عن طريق البنك
وكنا في بنوك الكترونيه اللي قلنا امبارح، بس الاساس لازم حساب بنكي موجود وعنوانك وما الى ذلك. بيبعت طلب منك صوره من صوره البطاقه بتاعتك او الباسبور واثبات سكن زي فاتوره موبايل، مش عارف بنكي، فاتوره كهرباء، فاتوره غاز او ايه، يعني عشان تتاكد ان عنوانك مظبوط بتاكيد مش بالبعد. ما تقول انا واثق ولا بس لازم تجيب لي اثبات، عشان انا ممكن ابعت لك جواب فيه رقم في حساباتك، فلازم اطمن الجهه ان في جهه قدرت تبعت لك او مثبت ليك عنوان دي. ما نادر ما بعت، ممكن ابعت لك معايدك كل سنه ممكن تبعت لك كله بالايميل يعني. فحبيت تسحب بتملى ابلكيشن بتقول يا جماعه عايز اسحب رقم حسابي كذا وبعت كذا وكده كده، لازم الحساب البنكي بتاعك يكون باسمك، مفيش احتمال انك هتضحك عليهم يعني، او واحد يضحك عليك يحاول ليك من غير ما تطلب يعني. الشركه زي ما قلنا بتكسب مبدئيا ايه؟ السبريد قل واجب يعني. فرق ما بين العمولة والبيع والشراء. أنت بتكسب منها طبعا بجانب التغيرة برنامج التداول اللي بتديهولك. كان عندها ميتا تريدر تختارها لو أنت بتفضل ميتا تريدر، أو عندها برنامج آخر بتفضله. في شركات عندها ميتا تريدر على الموبايل وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى الماك. في شركات بتوفر لك بس على بلاتفورم واحد. في شركات بتوفر لك برنامج بتشتغل على الويب على طول، يعني تدخل موقع إنترنت يوزر نيم باس وتشتغل من الموقع على طول. في ناس بتفضل ده وبتفضل ده، في ناس بتعجبها شكل البرنامج. احنا اول ما ابتدينا من 7-8 سنين كنا بنشتغل على برنامج اخر على ميتا تريدر، كان ميتا تريدر مش شائع قوي، بس كنا بنشرح برضه ميتا تريدر، كان الناس تيجي على شرح ميتا تريدر وايه؟ وتكلمش، لان التاني كان بسيط قوي. لما ميتا تريدر انتشر وهو ادواته اكثر احترافيه وتكاملا يعني، كان نبتدي الشرح الاول على ميتا تريدر، فالناس تتخيل تبقى شايف ان هو ده البرنامج اللي اتعلم عليه خلاص. لما تشوف البرنامج التاني اللي كان الاول بيعتبروه سهل يقول لك البرنامج ده ما عملش، فالناس بقت تتعود تشتغل على ايه؟ الميتا تريدر يعني. احيانا تلاقي الشركه اللي انت بتشتغل معاها بتديك مميزات معينه، سبريد صغير، شركه في امريكا بس ما عندهاش ميتا تريدر لسبب اخر، عاملين برنامجهم الخاص. فتلاقي نفسك هي برضو تنقصها ميزه انت محتاجها، تختار شركه بديله. في شركات ممكن تقول لك والله عروض بقى تسويق، لما تفتح حساب بمبلغ قد كذا هديك تحويل في الشهر بدون مصاريف. فلو كده لما تديها 40 دولار في التحويل، لو هتحول مره كل شهر هسيبك التحويل مره واحده كل شهر ببلاش، فهتوفر 40 دولار قد تجدها ميزه تجتذبك بيها طالما عناصرها الاساسيه ثابته او مش فارقه. في شركات بتديك كارت اي تي ام كده باسمك تقدر تسحب بيه من حسابك من اي تي ام. يعني الاي تي ام ده كارت بيتباع بيتعمل، ممكن تعمله مثلا بتديها 40 دولار تقول الشركة ده حسابي بتاع الكارت ده عشان ما تحولين ارباح حولينها على الحساب بتاع الشركة دي زي البنوك الالكترونية، وانت هنا في مصر تسحب من اي تي ام. فمش يقول لك انا هعمل لك كارت ده فيه عشان يسر لك السحب. تسويق. في شركات ممكن تقول لك لما تيجي تودع هديك بونص على الحساب، انت تودع ب 1000 دولار هديك 10% بونص على رصيدك. طب هي بتديك فلوس ليه؟ هي بتقول لك هديك 10% بونص بس ما ينفعش تسحبه. يعني بعد تفتح عليك تحط 1000 دولار بتقول 10% طب شكرا ومسحبهم ونروح الحمد لله كده. لا دخلهم صفقات يعني. لازم تشتغل يوم عدد صفقات معينه اللي هيكون على الاقل السبريد بتاعها غطى ال 100 دولار. يعني هي مش هتقول لك كده مليون تسحبه، تسحبه امتى؟ لو تكون عملت مثلا 30 عقد كبير، ف 30 عقد كبير بياخدوا مثلا سبريد 4 نقط، 30 ب 120 نقطه يعني خدوا منك 120 دولار، فخلاص عوضوا الكلام ده. موقعين تبقى مملك يعني اضعف مما تقدر تستخدمهم مارجن. ممكن من الاول خالص ب 1100 لما اخد صفقات اللي عربونها 100 يبقى انا بشتغل بالبونص بتاعهم. يعني احساس ازرق شويه. عم زي ما بقول لك ايه، اعزمك على مارشال اول فنجان ببلاش. انت كده كده تضرب فنجان بس يا عم انت ربط الاولاني الدماغ الاولانيه ببلاش. تمام؟ فيعني ما نجريش قوي ورا البونص عشان اضعف الايمان اشتغل بمارجن، بس هتلاقي في الشروط لازم عشان تسحب قررت تسحب فلوس ولا حاجه، لكن البونص ده ما ينفعش تسحبه الا ما تعدي عدد معينات. دايما دور ورا الشرط، بونص ده ليه؟ قصاده ايه؟ في شركات تقول لك لا البونص ده موجود بس هنحطه فتره زمنيه وتشال تاني، فانت في الاول بتشتغل بيه عشان يشجعك انك تشتغل فتبتدي تحقق نتائج، وبعد شويه خلاص بعد شهر يتشال. يعني دايما في شروط ورا البونص وليس مبلغ مادي فقط، وبيزيد ولا يقل. الشركات بتقول لك 20% و30% بس دايما تبقى حاطه شروط عشان مش هتدفع من جيبك. قله قليله حصلت ان في شركات في معارض معينه قالت لك تفتح حساب ب 100 دولار بتاعك بالرقم بتاعك
بتاعه كله. بس ما تنفعش تسحب الارباح الا بعد شهر. يعني ما ينفعش تاخد الحساب وتروح تسحبه. ما بتسحب بعد شهر بما فيهم 100 دولار. بس لازم يكون اشتغل عدد عقود معينه. او شركه تقول لك لا انت ممكن تشتغل بس تسحب الارباح بس. ففي افكار كتيره بيقعدوا يتاجروا فيها في القصه دي. كان في شركه كانت رابطه حتى البونص، نسبه البونص بتاعها كانت هي عامله راعي لفريق الفورمولا بتاع العربيات. كانوا بيطلعوا الخامس والسادس والثالث، يقول لك كل ما يجي ترتيبنا هتاخد بيه بونص، طلعنا ال 30 اسبوع ده تاخد 3%، طلعنا مش عارف ايه، لو طلع يعني لعب بقى تلاقي ناس تتابع وتقعد تجري ولا فورمولا، يعني انت شويه ترويش كده. زي شيبسي وتلاقي فيه كارت محمول مش عارف ايه، ريل ولا ايريل وتلاقي فيه يعني جبنه. طيب احنا قلنا ان اضعف حاجه الشركه بتكسب من السبريد. هي انواع تانية من الشركات او مكسب الشركات عشان يبقى فاهمين الشركه بتستاهل تعملها في ايه. السبريد دي شركه بتشتغل بنسميها ايه يعني شغاله، هي كمان تعتبر بالعموله فرق البيع والشراء. بتطلب منها اوردر وهي عندها بنك بيعملها كفرنج للصفقات بتاعتها، يو اس بانك ولا دوتش بانك ولا وات ايفر. انت طلبت الاوردر وهي بعت للبنك الاوردر بتاعك وليها الفرق. الشركه حجمها كبر اكتر شويه يبقى في جزء من السيوله هي اللي بتشتري وتبيع قصاد طريق اوردر عشان اوفره لك هتكسب اكتر شويه يبقى ماركت ميكر. الصرافه اللي عندنا في المحلات دايما تلاقي ايه؟ ورقه كده ورقه الاسعار طبقا لبنك ان اس جي بي يبقى هو ده البنك اللي بيكفر عندها. لو جبت له عاوز مليون دولار تقول لك طب لحظه واحده يعني البنك عنده مليون دولار عاوز يبيع ما شاء الله ما عنديش ادفع له الكلام ده. طب 10 دقايق معاك عربيه فيها فلوس هو طلع باقل حاجه العموم. هو عنده سيوله وعنده دولار يكلم تاجر صاحبه عندي 100 دولار يا باشا تخلص وسعر كويس ومبايع. حجم الشركه كبير. النوع الاخير بقى حتى الان يعني ان في بروكر بيبقى فاتح يشتغل على خسائرنا زي مثال صرف بقول لك انا هفتح انا راجل بيزنس اعمل شركه واجيب لي تريدر وظبطت وعمل كل حاجه واسعار السوق وكل حاجه تمام. بقول يا انا عارف ان 95% بتخسر فانا مش هنفذ له الصفقات مش هنفذ. يعني هو هيطلب الطلب هيبان له البرنامج نفذ الطلب واوردر وصفقه وزي الفل زي ما اي حد مش يقدر يفرق ما بينها اللي عارف تفاصيل اكتر. وعارف ان 95% من الناس في البيزنس عموما بيخسروا مش في الفوركس بس. لو جيت تحسب كده 10 سنين فاتت كام واحد تعرفه عنده شركه وكام فاضل منهم فتح لحد دلوقتي هتكون تقريبا 15. لا اخطاء في البيزنس لعدم صبر التسرع لاداره خطا او جالكش اداره شركه ثانيه او نشاط ثاني او رجع ثاني يشتغل او سافر بره او فتح له مش عارف محل ثاني ولا حته ارض ويزرعها. تنوع وتغير غربله السوق يعني. فالشركه دي غالبا ممكن ما تكونش مسجله او هي ما ينفعش تبقى مسجله اصلا. انا هقول لك انت فين الراجل دلوقتي بتنفذها فين؟ الرقابه تقول له فين يا عم فين البنك اللي بينفذ لك؟ فين راس مالك اللي انت هتاخد قصاده قد كده عشان هتبيع ويشتري قصاده؟ فما بقاش مسجل وغالبا ما بقاش في مسجل في اوروبا ولا في امريكا في اي شركه ثانيه في جزر البلطيق في البهامز في مش عارف ديلاوير حاجات كده غريبه يعني. فده تخاف منه لان بعد شويه هو الفلوس تدخله 100 100 عميل يدخل 95 يتلكوا يدوا يطلعوا بره ففلوسهم دخلت عنده. هيجي مرحله بقى فلوس تكتر بعدين يبتدي بقى ايه يكستاك فيها خلاص بقى يقفلها دور انت بقى. الخوف بقى انت تبقى امتى انت فين هنا بقى؟ هو خارج ولا انت هو لسه بتحول؟ انا عصرت بعض الشركات كنا احيانا بنحتاج نعمل تجارب على انظمه معينه واكسبرتات وبرامج تداول الي انت عاوز افتح حساب حقيقي بس مش عاوز اجرب برنامج على شركه ب 10000 دولار يعني عاوز اجرب بمبلغ صغير وبعيد صغيره المايكرو قلنا ففتحنا شركه حسابات في شركات ب 100 دولار كان ضمنها شركه في روسيا الايادات موجوده حتى بقى والله اعلم انا اقول لكم الكيس وانتوا تقولوا لي واتفقت عليه كويس. المهم فتحنا حساب ب 100 دولار فحطينا برامجنا والكلام ده وقعدنا نطبق شهر عملنا 10% بقت 110 دولار نسبه وتناسب يعني شهرين 125 دولار بعد اربع شهور بعد اربع شهور بقوا 140 دولار عملنا 40% تقريبا في ثلاث شهور. البرنامج اللي بيشتغل فجاه توقف عن العمل.